جايبين هنا عشان تهزقوني ولا جزاءات والجزاءات تيك 1 والله انا قلت الاثنين زي بعض. تعالى يا باشا يا شباب بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي. الموظف ده عدى معايا 4 شهور وعايز امشيه بعد 5 شهور. طب يا جماعه محدش عايز مني حاجه قبل ما امشي؟ اني الاجازات المكفوله هي 21 يوم اجازه مرضيه او 8 ساعات شغل في اليوم يتخللهم ساعه راحه. ليه كتير؟ ما كفايه 5 دقايق. هي دي الفكره بتاعه الطلبات اللي احنا ك اتش ار بنطلبها. عليكم طلبات. يبقى الشركه دي ممكن في يوم من الايام تقول لي بالسلامة انت مش معايا. ها؟ فريق السلامة انت. المرة الأولى خد جزء. المرة الثانية خد جزء. المرة الثالثة خد جزء. المرة الرابعة والخامسة. طبعا بتسجل يا معلم كل حاجة وبلوبرز صح؟